مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن لأنكم علم الهدف نوعين الذكر. نعم يا هدف الكريمة. نعم. لأن هدف الكريمة كان تقريبا في الدقائق الأخيرة من المباراة وسجل منه الهدف الرابع وقتها من النادي الأهلي. تسجيل على ربع 4-3 في الإمارات ونحن الآن على مقربة في هذا الخليج ولكن في الأسقط يسجل الشيخ هدف آخر ذهبي. يا هو ليس ذهبية ولكنه بمثابة الهدف الذهبي. الله الله عليك يا شيخ الله عليك. مرجحك إيه وشمال إيه؟ بقول هي الشمال من الصبح هي الشمال تلبس تلبس بجول ويريحنا ويريحنا من وكالة الترجيح. الله عليك الله عليك يا شيخ الله عليك الله عليك بجول جميل 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 في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضايع للشوط الرابع. يا